مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات الأهلي الليلة، وهنبدأ هذا اللقاء بالتهنئة للكابتن إكرامي، واحد من أشهر وأفضل نجوم كرة القدم وحراسة المرمى في تاريخ مصر والعالم العربي والقارة السمراء. الكابتن إكرامي احتفل بالأمس بعيد ميلاده في يوم 26 أكتوبر، وطبعا بنبدأ هذه الحلقة وأفضل بداية لهذه الحلقة بعد مشوار كبير من العطاء سواء مع النادي الأهلي والكرة المصرية بشكل عام، منتخبنا الوطني الأول وموهبته الاستثنائية كواحد من الأفضل على الإطلاق تاريخ حراسة المرمى في القارة بأكملها وفي عالمنا العربي وفي مصر بالتأكيد، كانت له شعبية استثنائية جدا كواحد من أفضل الحراس على الإطلاق. كابتن إكرامي تعرف عنه أنه كان حارس مرمى له ستايل، له شكل في الأداء، كان بيبقى ممتع جدا للجمهور في تصدي للانفرادات، المواجهة 1-to-1 مع المهاجمين اللي بينفردوا بيه، وكان متمكن جدا في التعامل مع اللاعب المنفرد بيه في مواجهة المرمى وحارس المرمى، وكان صعب جدا تخطيه في المواجهات الفردية 1-to-1 اللي هي بتبقى صعبة على أي حارس مرمى في العالم، ومن أكتر المواقف اللي بتورينا أو بتظهر قدرات حارس المرمى الموهوب. كمان الصور الشهيرة للكابتن إكرامي وطريقة التحرك والفوت وورك، وأنه إزاي بيطير في الهواء على الكرة وبيتحرك بشكل مميز جدا، إزاي كان عنده القدرات الحركية المميزة والموهبة والتوقيت السليم في التصدي للتسديدات أو للكرات العرضية والتعامل معها. كابتن إكرامي بالتأكيد سيظل دائما أبدا في ذاكرة جماهير النادي الأهلي وجماهير الكرة المصرية بشكل عام كواحد من الأفضل على الإطلاق تاريخ المرمى على المستوى المصري والعربي والافريقي. كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن إكرامي، وان شاء الله دائما ابدا ايضا نستفيد بخبراته في عالم التدريب وتجهيز اجيال جديده من الشباب والناشئين من حراس المرمى. هننتقل لمتابعه اخبار فريقنا الاول لكره القدم في النادي الاهلي بعد طبعا، او خلينا نبقى قليلا مع منتخبنا الوطني الاول واخبار ساره وايجابيه جدا بتؤكد افضل الاختيارات اللي تمت في الفتره اللي فاتت والصفقات المميزه اللي كان مجلس الاداره والفريق المشرف على التعاقدات ورؤيه التطوير الخاصه بكره القدم وفي مقدمتهم الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره مع لجنه التخطيط والتطوير، قد ايه الصفقات دي كانت مؤثره على شكل واداء ونتائج الفريق محليا وافريقيا، وأيضا بتنعكس على المستوى العام للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، وده بيدل عليه العدد الكبير اللي بيتم اختياره استعدادا لارتباطاتنا القادمة ومبارياتنا الرسمية القادمة في التصفيات الأفريقية لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم. بيصل عدد اللاعبين، وده بيفكرنا بالفترات اللي فاتت اللي كان دايما الجمهور بيقول فيها المنتخب بيتأثر فنيا جدا بحالة النادي الأهلي لما بيكون، وده غالبية الجمهور كان بيقول كده، إن المنتخب أداؤه ومنحنى وكيرف أداؤه بيزيد وبيرتفع لما بيبقى الأهلي في افضل حالاته. ده اللي شفناه في فتره جيل النجوم الكبار تريكا وبركات وجمعه وكل المجموعه المميزه اللي كانت معانا في النادي الاهلي، وكانوا طبعا متالقين على مستوى منتخب مصر وعلى المستوى الدولي وعلى مستوى المباريات مع النادي الاهلي محليا وافريقيا. بدانا نشوف السيناريو ده بيتكرر في طبعا مرحله في بدايتها نتمنى انها تستمر بنفس القدر وبنفس الاستقرار الفني مع الجيل الحالي من نجومنا ولاعبينا. بيصل عدد اللاعبين المنضمين لمنتخبنا الوطني الاول لكره القدم الى 10 لاعبين من النادي الأهلي، طبعا بيطلبهم الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول للانضمام لمعسكر المنتخب اللي بينطلق إن شاء الله يوم 5 من نوفمبر المقبل استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر. المقرر إقامة طبعا المباراتين في يومي 14 و18 من نوفمبر ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 في الكاميرون. النجوم والنجوم واللاعبين اللي تم الاتفاق على اسمائهم او اختيارهم وتكليفهم من جهاز المنتخب بقياده كابتن حسام البدري هم احمد فتحي ومحمد الشناوي، محمد هاني، محمود وحيد، رامي ربيعه، ايمن اشرف، عمرو السوليه، حمدي فتحي، مجدي قفشه، وحسين الشحات، والبقيه تاتي ان شاء الله، ومزيد من نجوم النادي الاهلي يكونوا مؤثرين ويكونوا من وقود المنتخب ومن القوى الدافعه لمنتخبنا الوطني الاول ان شاء الله في البطولات القادمه اللي بياخدها المنتخب وفي مباريات التصفيات مؤثرة في طبعا مشوارنا واتجاهنا نحو نهائيات كأس الأمم الأفريقية بإذن الله. الأهلي بيستأنف تدريباته بعد راحة لمدة 48 ساعة حصل عليها فريقنا الأول طبعا بتكليف من الجهاز الفني ومدير الكرة كابتن سيد عبد الحفيظ بعد نهاية فترة الراحة اللي وصلت إلى يومين تحديدا أو 48 ساعة. فايلر يلقي محاضرة على اللاعبين للتوجيهات الفنية حريص عليها للفترة الجاية، الإبقاء على تركيز اللاعبين أو إعادتهم لحالة الجاهزية الكاملة للمباريات القادمة إن شاء الله.
الله. الفريق الأول بيستأنف بالفعل تدريباته، استأنف التدريبات اليوم الأحد على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة اللي تم منحها للاعبين، وتم منحها طبعا عن طريق الجهاز الفني واستمرت لمدة 48 ساعة. واشتملت التدريبات على الجوانب البدنية تحت إشراف توماس بينكل مخطط الأحمال، وخاض الفريق تدريبات الكرة وذلك ضمن استعدادات الفريق للمرحلة القادمة أو مرحلة ما بعد توقف مسابقة الدوري الممتاز. ونتمنى أن يكون القادم أفضل وأن الأمور يتم ترتيبها وتجهيزها إداريا وتنظيميا بشكل أفضل إن شاء الله، يتيح للمنافسة ارتفاع مستواها الفني ويتيح حالة من الاستمرارية في المسابقة وانتظام في مواعيدها، وده اللي هينعكس طبعا بالإيجاب على كل الفرق المشاركة في الدوري الممتاز، وفي مقدمتهم بالتأكيد النادي الأهلي اللي بيطالب دائما أبدا بأن تكون الأمور محسومة ومنتظمة ودون أي استثناءات من بداية الدوري لنهايته. والأهلي هيكون أول فريق يحترم أو الأكثر احتراما على الإطلاق لهذه القواعد طالما أنها بتطبق بعدالة وبتركيز على جميع الفرق المشاركة والمتنافسة في الدوري الممتاز. قدامنا على الشاشة مع حضراتكم تدريبات الفريق واستئناف التدريبات اليوم بعد راحة لمدة 48 ساعة. في اهتمام بكل العناصر وكل المجموعه المتميزه الموجوده، سواء اللي بيشاركوا بيبداوا المباريات كاساسيين في ال11 اللي بيبداوا التشكيل في اي مباراه، او البدلاء اللي بيتم الاستعانه بيهم، او حتى اللي بعيدين احيانا عن قائمه المباريات. كل الكوادر الموجوده عندنا بتحظى بنفس الاهميه والتركيز من الجهاز الفني بقياده ريني فايلر. في تدريبات منفرده مهمه جدا ومتخصصه جدا لحراس المرمى تحت اشراف يانكون ميتشل مدرب حراس المرمى لكل من النجمين شريف اكرامي وعلي لطفي حارسي النادي الاهلي، والتركيز على الارتقاء بمستواهم وتجهيزهم بدنيا عشان يكونوا في افضل حالاتهم ويكونوا في اتم استعداد وفي حاله الجاهزيه الكامله في حاله الاحتياج اليهم والدفع بيهم في اي مباراه ان شاء الله قادمه محليا او دوليا. وكمان من العناصر المؤثره اللي ان شاء الله تعود في خلال ايام قليله جدا بيخضع للفحوصات الطبيه والتاكد من جاهزيته الكامله او استشفائه وعلاجه من الاصابه اللي لحقت به في العضله الخلفيه خلال مباراه الاهلي والزمالك في كاس السوبر المصري في انطلاق او في بدايه هذا الموسم، نجم الدفاع المنضم حديثا للنادي الاهلي محمود متولي بيؤدي جلسه في الجام داخل النادي وتجهيزه بدنيا تحت اشراف الكابتن طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل بالنادي، وادى اللاعب فقره التاهيل في التتش. وبيخضع متولي لأشعة خلال الأسبوع الجاري لتحديد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية مع زملائه في الفريق بعد الاطمئنان على الإصابة أو الشفاء من الإصابة اللي تعرض لها في العضلة الخلفية خلال الفترة الماضية. في اهتمام بإدارة الأمور وتطوير الأمور في شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي وفي قناة النادي الأهلي لتعظيم العوائد المالية والبعد الخاص بفرص الاستثمار في القناة والعوائد التسويقية لها، كل ما يتعلق بنشاط القناة فنيا، المحتوى والشاشة وكل التفاصيل، وأيضا الأمور الخاصة بالترتيبات المستقبلية للقناة ليكون لها طبعا انتشار أكبر ونجاح أكبر استثماريا وماليا وتسويقيا. بيتم طبعا ده بالتنسيق مع إدارة القناة وتحت إشراف الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. كان في اجتماع في منزل الكابتن محمود الخطيب، كان تم عقد هذا الاجتماع نظرا لحالة الكابتن محمود الخطيب اللي كان بيعاني طبعا من بعض المتاعب الصحية خلال الفترة اللي فاتت، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليه بالشفاء التام خلال الفترة القادمة ونطمئن عليه ويستأنف نشاطه بمنتهى القوة سواء في النادي الأهلي في الجزيرة أو أي مقر من مقار النادي الأهلي المختلفة في مدينة نصر أو الشيخ زايد، وأيضا الإشراف على المشروع الضخم وانطلاقة العمل في النادي الأهلي في التجمع. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة عقد جلسة ودية مع شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي بحضور كل من الكابتن العمري فاروق نائب الرئيس والأستاذ خالد الدرندلي أمين الصندوق والمهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وأيضا الأستاذ حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي، والدكتور سعد شلبي مستشار التسويق لمجلس إدارة النادي الأهلي، والأستاذ عبد العزيز طحون المدير التنفيذي للشركة، والأستاذ محمد عبد العظيم مسؤول الشؤون الإدارية. وكانت الجلسة بتركز على أو بتشهد بعض التفاصيل والمناقشات عن الرؤية المستقبلية لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي وأيضا لقناة النادي الأهلي وتحقيق أفضل عوائد استثمارية واقتصادية والنجاح المالي المتوقع إن شاء الله من خلال عملية التطوير اللي بيجري العمل عليها حاليا أو رسم ملامح القناة الخاصة بالفترة القادمة إن شاء الله. نتمنى أن ده يحقق الأهداف المرجوة بالتنسيق طبعا مع الجانب الفني المتمثل في إدارة القناة، وأن احنا نصل للمحتوى والشكل والمضمون اللي يرضي طموحات ويكون على مستوى طموحات أعضاء وجماهير النادي الأهلي في كل مكان داخل وخارج مصر.
وفي اتجاه لمناقشة هذه الأمور وما تم التواصل إليه خلال هذا الاجتماع عن طريق اجتماعات مجلس الإدارة القادمة لوضع هذه الرؤية المستقبلية أو الاستقرار على الرؤية المستقبلية لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي ولقناة النادي الأهلي. نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزي محمد صلاح بيشارك في العوده في ريمونتادا وقلب الامور لصالح فريق ليفربول على ملعبه وسط جماهيره في انفيلد بعد تقدم طبعا بهدف هاري كين في الدقيقه الاولى او الثواني الاولى من المباراه بعد متابعه لتسديده سون لاعب من اللاعبين المتالقين طبعا في توتنهام. كانت التسديده عادت بالفعل لهاري كين واستطاع ان يقتنص الهدف الاول وهدف السبق او التقدم لتوتنهام، الا ان الامور عادت عن طريق وباقدام نجوم ليفربول حسمها طبعا بركلة جزاء صنعها ساديو ماني وطبعا أحرز منها هدف الحسم نجمنا محمد صلاح بعد ما كان هندرسون قد أحرز الهدف الأول ليفربول أو هدف التعادل. للأسف محمد صلاح إن شاء الله كمان يعني يتم شفاؤه سريعا ويتم علاجه في أسرع مدى زمني ممكن من الإصابة. شكواه في الدقائق الأخيرة من المباراة في نفس الإصابة أو مكان الإصابة اللي فاتت في الكاحل أو أنكل القدم، وطلب أن يخرج من الملعب وعدم استئناف اللقاء. بالنسبة له كان بيشعر بألام في نفس منطقة الإصابة اللي تم علاجه منها خلال الفترة اللي فاتت. بإذن الله يتعافى سريعا نجمنا محمد صلاح، وبالتأكيد بيكون من العوامل المؤثرة جدا في الملعب والمرجحة لكافة ليفربول في الكثير من اللقاءات. وكتير من الناس بتشوف ليفربول مع كل طبعا النجوم ودور الجهاز الفني ويورجن كلوب وتألقه بإجماع الآراء طبعا الخاصة بالمحللين وكل المتابعين لكرة القدم على مستوى العالم، لكن محمد صلاح بالتأكيد من القوة المؤثرة جدا واللاعبين اللي بيتقال عليهم انهم كي بيرسونز او كي بلايرز في فريق ليفربول، وانه غيابه عن اي مباراة زي ما شفنا في بعض المباريات في الفترة اللي فاتت مش بس النتيجة، شكل الأداء بيكون اقل شوية هجوميا لانه من اقوى أسلحة الهجوم بإجماع الآراء في ليفربول. الكابتن شوقي غريب بيوجه الشكر في المؤتمر الصحفي اللي عقده اليوم الأحد إلى نجم النادي الأهلي ومنتخبنا الأولمبي النجم رمضان صبحي. بيقول الكابتن شوقي غريب خلال المؤتمر الصحفي إن رمضان صبحي يعد من أكثر اللاعبين أو الأكثر على الإطلاق في منتخبنا الأولمبي التزاما في معسكرات المنتخب منذ استدعائه للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، وأشاد بأخلاقيات اللاعب وشخصيته ورغبته الدائمة في تقديم كل ما لديه، طاقة اللاعب اللي بيقدمها في المباريات للمنتخب والتزامه، وأنه بيمثل قدوة لباقي لاعبي المنتخب الأولمبي وأنه مؤثر جدا على المستويين. مستوى التزامه كواحد من اللاعبين أصحاب الخبرة مقارنة بباقي النجوم في الفريق أو من عناصر الخبرة في صفوف المنتخب الأولمبي، فبيمثل قدوة للاعبين الأصغر سنا والأقل خبرة، والتزامه بيمثل هذه القدوة فضلا عن إمكاناته الفنية طبعا اللي بنتفق عليها واللي ما فيش خلاف أو في إجماع عليها من كل المتابعين لمباريات النادي الأهلي أو لمنتخبنا الوطني ولمباريات وأداء رمضان صبحي بشكل عام خلال الفترة الماضية. القرعة الخاصة بمنتخبنا الأولمبي تحت البطولة القادمة إن شاء الله اللي هتقام على أرض مصر في الفترة من 8 إلى 22 من نوفمبر المقبل، بطولة أفريقيا تحت 23 سنة أو للمنتخبات الأولمبية، أوقعت القرعة فيها منتخبنا الوطني الأولمبي في المجموعة الأولى مع منتخبات غانا والكاميرون ومالي، وضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا. وإن شاء الله عندنا طبعا فرصة كبيرة بإذن الله يكون الحسم لمنتخبنا الوطني ويتفوق ويكون هو الأفضل على الإطلاق في الأداء والنتائج في هذه المنافسات مع باقي الفرق، لكن في النهاية النتائج بتقول أو طريقة صعود الفرق للنهائيات بتقول إنه هيكون في فرصة للثلاث فرق هيصعدوا بشكل مباشر اللي هيفوزوا بالثلاث مراكز الأولى في كل مجموعة بيصعدوا مباشرة إلى الأولمبيات أو دورة الألعاب الأولمبية. خلونا نتوقف مع فاصل قصير، وبعد الفاصل بنستقبل ضيفنا الناقد الرياضي الكبير الأستاذ سعيد وهبة وحديث في كل الاتجاهات عن كرة القدم، عن الرياضة في مصر بشكل عام، عن النادي الأهلي وتاريخه وذكرياته مع النادي الأهلي ومشواره ولقاءاته مع عدد من نجوم النادي الأهلي ورؤيته لهذا الموسم وانطلاقته تحت قيادة ريني فايلر المدير الفني السويسري. هنتوقف مع فاصل قصير وفي نفس الوقت نوجه التهنئة للكابتن سيد عبد الحفيظ، واحد كمان من النجوم المهمين جدا والمتميزين جدا على مستوى الأداء والمهارات الخاصة والقدرات الخاصة كواحد من أفضل اللاعبين في تاريخ أيضا الكرة المصرية والنادي الأهلي، وكانت له أيضا صولات وجولات مع النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني الأول خلال مشواره كلاعب كرة قدم في النادي الأهلي وواحد من النجوم السابقين في منتخبنا الوطني الأول. كابتن سيد عبد الحفيظ بيحتفل بعيد ميلاده النهاردة 27 أكتوبر. كل سنة وانت طيب يا كابتن سيد، ومزيد من النجاح والتألق مع الجهاز الفني بأكمله لقيادة فريقنا لنجاحات أكبر إن شاء الله محليا ودوليا. We'll be right back.
سيد عبد الحفيظ النجم الذي لم يعرف سوى قميص النادي الأهلي ونجيلة مختار التتش يحتفل اليوم بعيد ميلاده وهو المولود في يوم 27 من أكتوبر عام 1977. بدأ مشواره في القلعة الحمراء كناشئ في سن 11 ليتدرب على يد أسماء كبرى تشرب منها عشق النادي الأهلي. شارك سيد عبد الحفيظ للمرة الأولى مع الفريق الأول للنادي الأهلي موسم 96-97، واصل مشواره ولمدة 10 سنوات مشاركا في 220 مباراة رسمية، سجل 30 هدف أغلاها على الإطلاق هدفه في مرمى الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2001، هو الهدف الذي لا تنساه الجماهير، كان سببا في الصعود للنهائي الذي شهد بصمته أيضا بأحد أغلى الأهداف في مرمى صن داونز الجنوب إفريقي ذهابا. توج سيد عبد الحفيظ ب14 بطولة مع الأهلي، يمتلك مسيرة دولية مميزة ب28 مباراة رسمية وستة أهداف. اعتزل سيد عبد الحفيظ كرة القدم في العام 2006، ولأنه لم يعرف سوى الأهلي يواصل مشواره مع القلعة الحمراء كمدير للكرة. كل عام وانت بخير يا كابتن سيد عبد الحفيظ. الناقد الرياضي الكبير استاذ سعيد وهبه، اهلا بحضرتك وبنشرف بوجود حضرتك معنا على شاشه قناه الاهلي. اهلا يا استاذ محمد، انا شرفت بالحضور. تمام استاذ سعيد، هبدا مع حضرتك من حيث انتهى التقرير السابق اللي تابعناه مع حضرتك ومع الساده المشاهدين. كابتن سيد عبد الحفيظ، ماذا تتذكر عن مشواره كلاعب كره مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر، وتقول له ايه النهارده في عيد ميلاده وبيحتفل بعيد ميلاده النهارده يوم 27 من اكتوبر؟ لا انا اقول له طبعا كل سنه وانت طيب، وان شاء الله يعني اضافات جديده في المستقبل، يضيف للنادي الاهلي الكره المصريه من خلال خبرته الكبيره ومن خلال خبرته كمدير كوره، وهو واحد من النجوم اللي قدموا كتير جدا للنادي الاهلي والكره المصريه، وليه انجازات كبيره جدا يعني في طبعا في الفوز ببطوله الدوري، ساهم كتير في يعني مرات كثيره جدا في الفوز بالدوري، بطوله افريقيا كان ليه سمات بارزه جدا، وليه اهداف، ليه هدف لا ينسى يعني، وليه اهداف ليه اداء لا ينسى الحقيقه يعني. هو من النجوم البارزين جدا جدا في تاريخ النادي الاهلي، شانه شان كثيرين يعني كل النجوم. طيب هنتقل مع حضرتك للحديث عن الكابتن إكرامي، احتفل بالأمس بعيد ميلاده يوم 26 من أكتوبر. عايز أعرف دايما لما بتفكر في حراس المرمى وتاريخ حراسة المرمى في مصر وفي النادي الأهلي، بتشوف إزاي كابتن إكرامي؟ إكرامي وحش أفريقيا، أو أهم واحد من أهم الحراس في تاريخ النادي الأهلي والكرة المصرية. ده كان يعني نجم كبير جدا، وكان يعني بيتميز بقدر هائل جدا من الإشاعة يعني. في حراس ممكن يبقوا كويسين جدا بس ما عندوش يعني الشجاعه الكافيه، خاصه في الكرات اللي هو في الخروج من المرمى لمواجهه المهاجمين وكده. إكرامي كان واحد من دول، من الشجعان جدا، زيه زي برضه ثابت البطل كان في دي، وكان عنده مهارات عاليه جدا في يعني، كان عنده سرعه رد فعل، وكان برضو يعني من سماته او مميزاته انه الكرات العاليه بنفس القدر الكرات الارضيه، يعني كان تقريبا متكامل في مهارات حراسه المرمى يعني كحارس مرمى. هل صحيح ايامها يا استاذ سعيد ان جمهور الكره، جمهور النادي الاهلي بشكل خاص، كان بيقول لكابتن اكرامي نسبه انه ياخد الكره من المهاجم
اعلى او النسب اعلى من ان المهاجم في الانفراد يحرز في هدف؟ ده صحيح، بس هو بيتوقف على المسافه اللي بينه وبين المهاجم. هو كان عنده تايمينج كويس في الخروج من المرمى، يعني هنا برضه الحارس الجيد او الحراس الجيدين كانوا في تاريخ النادي الاهلي عبد الجليل حميده وعادل هيكل ويعني يعني الطابور الطويل جدا من الحراس الجامدين جدا اللي هم خدموا منتخب مصر والنادي الاهلي. الحكايه ان هو التايمينج مساله مهمه جدا، يعني الكويسين الحراس الكويسين عندهم حساسيه عاليه جدا في امتى يخرج من الجول، وبعدين حساباته بتبقى الى حد كبير جدا سليمه. يعني لما بيخرج خارج ال 6 يارده ده هنا في مخاطره، ولكن ما بي الحارس الجيد بيغامر وبيخرج وبيشتت الكوره بايده. كان اكرامي واحد من دول، يعني عنده روح مغامره عاليه جدا، والمغامره بالنسبه لحارس المرمى مهمه جدا، هي اللي بتصنع هي الفرق بين النجوم. الحارس الحارس العادي والحارس النجم والحارس النجم. وشانها شان يعني شان الفراوده، يعني برضو الفرود الجيد مغامر هو يغامر ويشوط ويجرب وكده، في واحد يخاف يشوط ثقته بنفسه مهتزه شويه، وده يعني بنعكس بيفضل لعيب تقليدي في الاخر، بيفضل تقليدي في الاخر، دايما بيكسب المغامر. حتى المدرب في التدريب، المدرب اللي بيلعب هجوم بيغامر بشجاعه جدا، لو جه في جون ما تاثرش يرد بجون تاني، كان زي مانويل جوزيه مثلا على سبيل المثال، ده اللي بيعمل انجاز وبيعمل تاريخ. فواحد نرجع تاني لكرامي، ده واحد من الحراس العظماء في تاريخ النادي الاهلي. لو قلنا ان في مثلا اربعه خمسه عظماء، هو اكرامي يعني ممكن يبقى نمره اتنين، يعني ممكن نبقى واحد او اتنين بعد عصام الحضري الحقيقه للامانه. خلينا نتابع مع حضرتك ومع الساده المشاهدين هذا التقرير عن الكابتن اكرامي وهو احتفل بالامس زي ما قلنا لحضراتكم بعيد ميلاده. فكر بيشوط سنة جديدة بدأها الوحش. إكرامي أحمد الشحات نجم أسطورة حراسة مرمى النادي الأهلي المولود في 26 أكتوبر 1955. انضم إكرامي الكبير للنادي الأهلي عام 1969، قضى موسمين مع فرق الشباب حتى تم تصعيده للفريق الأول عام 1971. خاض مباراته الرسمية الأولى أمام الاتحاد السكندري ليصبح الحارس الأساسي لمدة 17 عام، توج خلالها بالدوري 10 مرات وكأس مصر 5 مرات وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 3 مرات، دوري أبطال إفريقيا مرة واحدة. دافع إكرامي عن عرين منتخب مصر في 50 مباراة، توج بكأس فلسطين عام 1975، ساهم في صعود المنتخب لدورتي الألعاب الأولمبية عامي 80 و84، اعتزل الكرة عام 89، وذلك بعدما حرس مرمى الأهلي في أكثر من 300 مباراة وهو رقم قياسي مسجل باسمه عقب الاعتزال. إبراهيم يوسف عدد واحد رجع عرضه، فكر شوت بشوطه جامده، برافو عادل، برافو اكرام. اصبح اكرامي مدربا لحراس مرمى الاهلي في فتره ذهبيه حقق فيها الفريق العديد من البطولات، منها الفوز ببطوله الدوري 7 مرات متتاليه، العديد من البطولات العربيه والمحليه. يسير على دربه نجله شريف اكرامي حارس مرمى النادي الاهلي الذي ورث عن والده القوه والبساله والشخصيه القياديه. كل عام وانت بخير يا كابتن اكرامي. برافو محمد يا صلاح.
عم يطلعها بره الملعب. استاذ سعيد وهبه مره ثانيه برجع لحضرتك، واكيد حضرتك عندك تعليق على التقرير اللي تابعناه عن الكابتن اكرامي وعن اي ذكريات عايز تتكلم عنها مرتبطه بتاريخ حراسه المرمى في الاهلي وفي مصر بشكل عام. انا اذكر ان كابتن عادل هيكل كان قال لي مره سبب تفوقه وتالقه بعد عبد الجليل حميده، يعني قدر يزاحم عبد الجليل حميده، وده كان حارس مرمى عظيم، يعني ان هو ما كانش بيعتمد بس على فتره التدريب مع المدرب، لكن كان بيجي الفتره الصباحيه تدرب لوحده بس يجيب حد يشوط عليه. اللي بيشوط عليه كان اسمه فاروق، كان ماسك يعني مشرف على حجرة الملابس، يقعد فاروق ده يشوط عليه لمدة ساعة، ساعة ونص، ساعتين قبل التدريب، فده كان بينمي نفسه. بعد عادل هيكل ما اعتزل هو جاله خلع في الكتف وكبر في السن، حصل دروب في منصب حراسة المرمى في الأهلي. يعني حتى أنا مرة كنت عملت موضوع، أنا فاكر سنة 71 أزمة حراسة المرمى في الأهلي، كان عنوانه كده في جريدة الجمهورية، أزمة حراسة المرمى في الأهلي إلى متى؟ وحكيت يعني القصة دي، كان الأهلي فعلا بيعاني من أزمة. اللي حل الأزمة دي ظهور إكرامي، جابوه من الناشئين فريق 18 سنة أو تحت 19 ولعب في الفريق الأول وغطى، وكان حاجه جامده جدا، واثبت وجوده من اول ماتش لعبه، زي ما قلت لك ان هو كان بيتميز بكل مهارات حارس المرمى، من مرونه، رشاقه، شجاعه، تايمينج في الخروج من المرمى، ودي مساله مهمه جدا زي ما قلت لك من شويه. بيقولوا عنه انه كان، حضرتك بتشوف انه كان من الحراس الموهوبين ولا لا؟ يقولوا دايما الحارس المتالق او النجم النوعين، حارس مصنوع من التدريب ولكنه اجاد استثمار الفرصه والامكانات اللي اتيحت له، كان ذكي جدا وعنده ذكاء ده، وحارس طبعا اجتهد وعمل كل الحاجات اللي بتساعد او عوامل النجاح، ولكن في الاساس كان تالنتد جدا، كان موهوب جدا. اعتقد ان كابتن اكرامي من النوع الثاني. يعني من النوع الثاني تالنتد اكيد، يعني مؤكد يعني، والا ما كانش استمر 17 سنة فريق الاول ومنتخب وكده. فلا هو يعني هو خامة نوعية نادرة جدا من حراس المرمى، اللي يعني قليل قوي ما تكرره. وبعدين كان عنده كل المهارات، واهم من ده كان جسمه فارع، وجسم حارس مرمى يعني طويل وفارع وقوي، وكان عنده الاصرار اللي كان بيتكلم عنه عادل هيكل ده، كان ممكن يجي قبل التمرين يتمرن، كان يموت نفسه في التدريب، كان يعني زي ما قال لي عادل هيكل انه كان بياكل الجنيه النجيله، وكان بيهين نفسه، يقول لك حارس مرمى يهين نفسه، يقول لي لدرجه ان انا من كتر التدريب المنفرد بقيت احس ان انا الثلاث خشبات اللي ورايا زي خشبات الهاندبول، يعني الحارس لما يكون متمكن قوي وفي الفورمه، في اعلى فورمه وكده، ما يحسش ان المرمى وراه واسع او كبير. فاكرامي من هذه النوعيه. طيب وبعدين هو كمان غطى بعد، انا اسف عليك، غطى كمان بعد، كان في حارس عظيم هو مروان كنفاني اللي هو كان امتداد للجيل ده، بس مروان ما لعبش بقى كتير لانه اعتزل بعد الماتش الشهير بتاع ضربه الجزاء اللي حسبها الديبه عليه في ماتش الاهلي والزمالك سنه 71، اخر سنه 71، نوفمبر 71 اللي بعدها توقفت الكوره. فمروان ما قدرش يكمل، اعتزل الكوره، ومن هنا حصل الفجوه دي والفراغ ده لمده بقى سنه او شهور، وقبليها برضو بشويه لما ظهر اكرامي كان هو الحل للمشكله دي كلها. طيب بما ان التقرير اشار كمان لنجمنا حارس المرمى الحالي في النادي الاهلي الكابتن شريف اكرامي، هل هي ميزه المنافسه لصالح الفريق مع علي لطفي ومع الحارس المتالق نجمنا محمد الشناوي؟ شريف اكرامي في وقت من الاوقات كان متالق، كان في المقدمه نمره واحد في منتخب مصر وفي النادي الاهلي في الملعب، والكل بيشيد بقدراته وانه حارس
كمان يعني هذا الشبل من ذاك الأسد إن عنده كتير من قدرات والده. حضرتك شايف إن شريف هل عنده الفرصة وإن المنافسة ممكن وإنه ممكن يرجع وإن تبقى فيه ده تغيير في المكان ده أحيانا لصالح الفريق ومنافسة إيجابية لصالح الفريق بين شناوي وإكرامي ولا لا؟ طبعا مهم جدا، وبس ده بيتوقف على يعني على شريف نفسه مش على الآخرين، لأن هو شريف سنه بدأ يكبر ودي مش مشكلة لو هو عنده إرادة عالية. احنا شفنا حراس مرة، شفنا عندنا عصام الحضر يعني لعب لغاية 45، وشفنا حراس عالميين وصلوا يعني ياشين لعب بتاع حارس مرمى روسيا العظيم جدا في الستينات ووصل لعب لغاية 42 سنة، دينو زوف بتاع إيطاليا لعب كأس العالم قاد فريقه لكأس العالم في أسبانيا 82 وكان عنده 42 سنة، لأن مركز حراسة المرمى بيختلف عن بقية المراكز، ممكن ما يحتاجش قوي جري، ما بيحتاجش جري، ما بيحتاجش فتنس عالي جدا صحيح، لكن محتاج كل ما بيكبر في السن محتاج خبرة في التحرك في المرمى بين الثلاث خشبات. بوفون رجع لصفوف يوفنتوس مرة تانية وهو سنه كبير حاليا، وان كان هناك اتفاق حتى لو لم يكن معلن انه مش هيكون رقم واحد، لكن بيتم الدفع بيه في مباريات لخبرته الكبيره. برافو عليك، ده فكرتني بوفون، وهو كان في دسايف وكان في يعني في وفي جيلمر في الستينات في البرازيل، كل دول قعدوا مده كبيره يعني قعدوا كتير، لان عمر حارس المرمى في الملعب في الملاعب اطول من عمر اي لاعب اخر، لانه يعني خد كده حارس المرمى وبعدين المدافع وبعدين المهاجم، لان المهاجم محتاج سرعه فمحتاج فتنس عالي فمحتاج يعني يتمرن تمرين قاسي جدا، لكن حارس المرمى ممكن يغطي يعني ايه حته الفتنس دي بخبرته في الخروج من مرمى لمواجهه اللي في الكرات الانفراد او الفوت ورك قبل ما يطير على الكوره، زي ما كان الله يرحمه كابتن ثابت كان يقال عنه انه عنده فوت ورك رائع جدا عالي جدا، انه بيروح للكوره وهو ماشي دايما يقولوا استفاد من فكره انه ابتدى لعيب كوره مش حارس بالظبط، ففرقت معاه في الفوت ورك كان مميز جدا في ده بالظبط بالظبط. فهنا الخبره عامل الخبره بيغطي او يعني ممكن يتغلب او يغطي النقص بتاع الفتنس. فانا بقول ان شريف يعني شريف عنده فرصه ان هو يدي النادي الاهلي سنوات قادمه، بس بيتوقف عليه هو على ارادته وعلى يعني كم التدريب اللي بيتدربه وعلى ان هو حافظ على نفسه. وهو من يعني شريف من نوعيه اللاعبين المخلصين للكوره او مخلصين للاهلي، واللي بيخلص للكوره الكوره بتديله يعني ان شاء الله يبقى متألق ويبقى اضافه للفريق في الفتره الجايه مع الشناوي وعلي لطفي وكل نجوم الفريق، لانه بالتاكيد من الكوادر والخبرات المميزه جدا في فريقنا الاول لكره القدم. هنتكلم عن انطلاقه الدوري هذا الموسم، خلينا نبدا مع حضرتك بشكل الفريق حاليا تحت قياده فايلر. حضرتك شايف ايه الفرق عن المواسم اللي فاتت او شكل الفريق اختلف فيه؟ لا شكل الفريق اختلاف كبير جدا عن الفترة اللي سبقته بشكل جذري. يعني أولا اختلف من حيث الشخصية في الملعب، يعني شخصية الفريق اختلفت. اتنين شكل الأداء في الملعب بقى، وده جزء من الشخصيه يعني شخصيه الفريق بيبقى اداء جيد. في شفنا لعب جماعي وشفنا مش لعب جماعي بس، شفنا تاكتكس كتيره جدا يعني في تكتيكات تنويع في خطط تكتيكات جديده، شفنا روح تانية مختلفه، ودي مساله برضو غريبه جدا يعني حكايه الروح دي ما كانتش موجوده قوي في الفتره اللي سبقت وجوده، يعني انما هو قدر يحمس اللاعبين، فهو عنده القدره دي وعنده الطاقه دي وعنده التالنت دي لان مش موجوده في مدربين كتير. فده شيء مباشر يعني ان هو واعد، واللي اختاروه اللجنه اللي اختارته يبدو ان هي شافت الحكايه دي وراهنوا عليها ونجحوا في الرهان ان هو عنده طموح وعنده إرادة عالية جدا. وفي مدرب بيبقى
ما بيبقاش عنده ليه كافيه، بيبقى الى حد كبير موظف. يعني خاص يعني شفنا الموظفين دول جم مصر كتير قوي، خدوا فلوس كتير جدا وما عملوش حاجه، لان هو مش بلده، ويعني ما بيهتمش قوي ان هو يعني يدي بنسبه 100%، لكن ده عايز يصنع لنفسه تاريخ، وده مهم جدا ان هو عنده طموح ان هو يعمل تاريخ لنفسه. فهو وجوده في نادي او لقى النادي الاهلي هو يعني فرصه كبيره جدا ان هي تصنعه، زي ما صنعت قبل كده مانويل جوزي، وصنعت مدربين كبار. الاهلي صانع مدربين، صانع يعني نجوم، غير ان هو صانع نجوم في الكوره، لا بيصنع مدربين. فهو عنده فرص كويسه جدا، انا متفائل بيه جدا، متفائل ان هو لسه ما قدمش كل حاجه عنده. على الرغم من يا استاذ سعيد، نعم. شايف الاهلي بدا بباور عاليه جدا الموسم ده محليا وافريقيا، مع بصمات وشغل فايلر وجهازه اللي باينه جدا على الفريق، وارتفاع معدلات ادائه الفنيه ونتائجه كمان وعدد الاهداف اللي بيحرزها. هل حضرتك متابع اراء الجمهور ونبض الشارع الاهلاوي اللي بيتمنى المسابقه تنتظم وان احنا نتخطى بقى العقبات اللي هي بتلخبط مسابقه الدوري؟ اه طبعا، هو يعني هو حزين فايلر، يعني اكيد حزين جدا، وكذلك اللعيبه. ليه؟ لان هو الفريق كان منطلق او كان في صعود عامل زي الصاروخ كده صاعد في مراحله الاولى، وبعدين انت بتضطر توقفه تقول له ارجع تاني. دي مساله يعني سيئه جدا بالنسبه لاي مدرب، بالنسبه لاي فريق. يعني مؤكد انها يعني ما كانتش مظبوطه. لو مشي، لو انتظم الدوري ومشي بالمعدل ده، لا الاهلي كان يعني كان صعب جدا ان حد يحصله، يعني لانه كان انطلاقه كانت عاليه جدا، مش انطلاقه بالنقط اللي حصل، يعني التسع بونت اللي حصل عليهم او اداؤه الجيد في يعني في المباريات الاولى بالدوري، انما في المستوى، الاداء مستوى عالي. احنا الاهلي لازم يقدم كره ممتعه، وعود جمهور ان هو يمتع جمهوره. سيبك من اللي كانوا بيقولوا بقى يعني كوبر والناس دي، ان المهم ان نكسب، والمهم ناخد ثلاث نقاط، المهم مش مهم الاداء، المهم مش عارف. والكره الواقعيه مش الواقعيه، مفيش حاجه اسمها كره واقعيه وكره خياليه. الكره جمال، يعني الكره او الاداء لابد ان هو يكون اداء جميل وممتع. مش هيكون ممتع الا اذا كان الاداء جميل. الاداء الجميل النتيجه الطبيعيه ليه ان هو لازم يكسب. لو لعبت كوره حقيقيه جميله هتكسب. الاهلي كان كده طول عمره، يعني كان على مر تاريخه كان يقدم كره جميله ويكسب. اللي بيقدم كره رديئه ممكن يكسب 1-0، بس الجمهور يطلع يقول ييه وزعلان من الفرقه ومكسب شبه الهزيمه وكده. الكوره اتعملت لامتاع الجمهور، امتاع اللعيبه نفسها. لذلك المدرب الجيد، المدربين الكويسين يعني، يقول له العب لعبك وتمتع. يعني العب لعبك. مره انا قابلت كابتن الضزوي الله يرحمه، كنت بزور عادل هيكل الله يرحمه في وزاره الشباب، كان يعني كان وكيل وزاره الشباب. وبعدين بعد ما خرجت من عنده رايح البوفيه كده، في اوضه كده بوفيه صغير كنت عايز اشرب، فلقيته واقف. قلت له ايه الموقفك هنا؟ فقال لي انا جاي بقبض المعاش. كان بياخد معاش يعني بسيط قوي. فاتكلمنا في النقطه دي، يعني في كان المنتخب ايامها يعني حصل له ضربات كده، وهو قال لك لا يا لو المدرب ما عملش حاجه، ده هو الخطيب، ده هو المدرب قال للخطيب اعمل ده كده وهاتها من الناحيه دي كده، وبعدين عديها من دماغه وبعدين شوطها على الطاير. قال لك لا، المدرب مع اللعيب ممكن يصنع مدرب، واللعيب الموهوب بيفرق كتير. صحيح. ما تاكلش من الكلام بتاع. وكان ياما معترض على الكابتن عبد الصالح الوحش الله يرحمه، على وجوده يعني كمدير فني. فانا قلت له، هو كان دمه خفيف الضزوي، كان ابن نكته. فانا بقول له بس الكابتن عبد الصالح ما انساش ان هو اكاديمي يعني. قال لي اكاديمي؟ طيب يبقى نجيب فرحات مرزوق يمسك المنتخب. مين فرحات مرزوق؟ ده اشهر عميد لكليه التربيه الرياضيه، مع التربيه الرياضيه. نجيب الدكتور بقى فرحات مرزوق نفسه اللي هو استاذ ويمسك المنتخب، اذا كانت هي مساله اكاديمي. لا الكوره ما فيهاش اكاديمي. هو كان بيفكر بالطريقه دي.
يعني حضرتك بتقول ان في اراء كتير كانت بتدعم فكره ان جمال الاداء هو الطريق للفوز وللمكسب في البطولات وتحقيق البطولات. ده صحيح وده اللي عودنا عليه النادي الاهلي. طيب هنتقل مع حضرتك لفكره تطبيق دوري المحترفين في مصر شركات كرة القدم وكل ما يطالب به النادي الأهلي. الفكرة بدأت بتطبيق منظومة الاحتراف في مصر من أيام الراحل الكبير الكابتن صالح سليم كان بيطالب بهذا الأمر، وتعاقبت الإدارات اللي جاءت لتولي المهمة في النادي الأهلي فترة الكابتن حسن حمدي رئيسا للنادي والكابتن محمود الخطيب نائبا للرئيس، كانت من أشهر الفترات اللي كان فيها مطالبة واستشهاد بخبرات وتجارب الأندية والدوريات الأوروبية عشان إنشاء لجنة أو رابطة أندية المحترفين في مصر. حضرتك شايف الملف ده إيه اللي معطله ومدى خطورة ألا يفعل في الرياضة أو في الكرة المصرية؟ أنا عايز أسألك سؤال يا أبو حميد، إحنا عندنا احتراف؟ لا حاليا لا، بقالنا 28 سنة 29 سنة نظام الاحتراف دخل وفلوس أنفقت ومليارات كل موسم، بس حقيقة ما عندناش احتراف. احنا جبنا نظام الاحتراف من بره كيافطه كده عشان ننفق فلوس، لكن السيستم نفسه مش موجود. ده نظام يجب ان يعني ترافقه ثقافه وعلم على يعني الاداره نفسها، الاداريين، اللاعبين، ده سيستم كامل، حتى الاعلام، حتى يعني كل ما عناصر الكوره، ده الاحتراف، حتى التسويق. الاحتراف ما هوش عنوان، لكن بكل اسف احنا ما بنطبقش منه اي حاجه الا يعني الفلوس اللي بتدفع للاعبين، يعني واجبات اللاعب مش مطالب بواجبات قد يعني بيطالب بحقوقه زي المحترفين، بيفتكر ان هو محترف لما يطلب بعقده ويرفع عقده وكلام من ده، لكن لما تيجي تكلمه بقى على الالتزام او انضباط او كلام من ده، يعني سيبك من النادي الاهلي لكن بشكل عام اللعيب المصري بشكل عام، يعني ممكن ما التزمش قوي او حرفيا بالبرامج او بالمواعيد، مواعيد التدريب، ممكن ما يهنش نفسه في التدريب، ممكن حاجات كتيره جدا، ممكن ما ياخدش باله بقى بنفسه لما يطلع يسيب التدريب ويطلع بره انه يعيش حياته ما بيعيش كمحترف. لان المحترف ده ليه كتالوج بيعيش عليه، بينام الساعه كام، بياكل ايه، نوع الاكل اللي بياكله ايه. نفس الشيء التحكيم عندنا في تدهور وفي انهيار، لان كان لازم نتعامل معاه برضه جزء من منظومه الاحتراف، يعني منظومه الاحترافيه، يعني الحكم ده لازم مستواه يرتفع، لازم في حاجات كتيره جدا تحصل، لازم ياخد مرتب او لازم ياخد مقابل، مش هيبقى شايف فيه مليارات بتدفع وملايين بتدفع وياخدها اللعيبه وهو بياخد ارقام قليله جدا. ف احنا حتى عشان نحميهم من القيل والقال او نحميهم من هم من انا حكم ممكن يفسد او ممكن يرتشى او ممكن ده، لابد ان هو نرفع سقف رواتبه وتعامل معاهم. طب عايز حضرتك تقول لنا نقط، لو حضرتك بتقول للساده المشاهدين دلوقتي نقط عناوين حضرتك بتقول فيها رقم 1 و2 و3 وصولا الى اي رقم بتراه اللي هي ضرورات تطبيق منظومه الاحتراف في مصر والحاجات اللي احنا شايفين انها سلبيه جدا لانها مش مفعله حتى الان. انا هقول لك بس ايه المؤشرات، ايه ان احنا ما نعرفش حاجه عن الاحتراف او ما بنطبقش الاحتراف. احنا واخدينه بس كتكئه عشان يعني اللاعبين تكسب كتير وفلوس كتير تتفاهم، والوكلاء اللاعبين والسماسره واللصوص، يعني مليارات بتدفع كل سنه بيهدر منها كتير جدا. العائد بقى ايه بتاع ما فيش عائد مناسب او ملائم. يعني احنا بنطبق الاحتراف بقالنا 29 سنه تقريبا، في ال 29 سنه دول ما وصلناش كاس العالم الا مره واحده وخرجنا بصوره مخيبه للامال، يعني ما حصلش طفره كبيره جدا محمد، ما حصلش طفره بسبب الاحتراف او نتيجه الاحتراف، وده دليل على ان اللي بنطبقه ده شيء فاشل ملوش علاقه اطلاقا بالاحتراف. ده اخد ابسط حاجه في حكايه الاحتراف دي، ان انت بترفع مستوى المسابقه الرئيسيه بتاعتك الدوري، ان بتعمل الرابطه بتاعت الانديه المحترفين. احنا بقالنا اربع يعني من ساعه ما حكايه الاحتراف دي مش قادرين نكون الرابطه دي، ففي خطا في السيستم او في شيء يعني في اهمال شديد جدا. من مين اللي معطل تكوين الرابطه دي وتطبيق كل المعايير الخاصه بالاحتراف اللي هي متعارف عليها ومتبعه عالميا عندنا في مصر؟ اتحاد الكوره.
الكورة، ودي مسؤولية اتحاد الكورة. وبما انه ما تطبقش النظام ده وما تطبقش ما تعملش الرابطة دي يتحاسب عليها بتوع اتحاد الكورة اللي هم استقالوا للأسف ومشوا، يعني ما تحاسبوش على حاجات كتير، يعني لا تحاسبوا على المستوى الهزيل اللي قدموه في كأس أمم أفريقيا هنا في وسط جمهورنا، يعني فلوس كتير جدا اتدفعت في الإعداد في التنظيم، بكل أسف يعني خيبوا أمال الجماهير وما حدش اتحاسب، يعني استقالوا ومشوا. الاتحاد الحالي، طيب ما احنا قلنا الكلام ده أول ما جم، اللي هي اللجنة اسمها اللجنة التطبيعية أو لجنة التطبيع، اللجنة المؤقتة بتاعة الخامسة، وقلنا الكلام ده، أنا قلت الكلام ده هنا، عايزين بس يقدموا لنا خطة هيعملوا ايه في المرحلة الجاية. من ضمن الحاجات اللي أنا يعني اللي احنا اتكلمنا فيها هي رابطة الأندية المحترفين، يقولوا لنا هتتعمل امتى، مش قادرين يعملوها، يبقى ما ينفعش يعني يبقى. طب في لوغاريتم انا مش فاهمه، يمكن حضرتك توصل لحل او اجابه عن السؤال ده. الاتحاد الدولي من اشتراطاته تطبيق دوري المحترفين. مين الجهه في اي دوله اتحادها الوطني ما بيلتزمش بتطبيق معايير الاتحاد الدولي اقرها زي روابط المحترفين؟ مين الجهات المسؤوله انها تعمل رقابه؟ لانه في حالات التدخل من الاجهزه الحكوميه بيبقى في حاجه اسمها تدخل حكومي، وده مخالف للوائح او ضوابط كره القدم عالميا، فالموضوع متناقض جدا، انا مش فاهمه يتحل ازاي. هو طبعا ما ينفعش الحكومه تدخل، يعني ما ينفعش اي جوفرنمنتال بادي يعني انترفيرنس، يعني تدخل مباشر. التدخل المباشر ده مرفوض تماما ويتعاقب عليه الدوله، لكن يفترض ان بيعاقب اتحاد الكوره ده جمعيته العموميه. هو ده اللي لسه زمايلي حتى بيتكلموا معانا، هما بيسمعوا حضرتك، زمايلي في الكنترول بيقولوا المفترض ان الرقيب على الاتحاد هو الجمعيه العموميه. الجمعيه العموميه والسلطه العليا في اي اتحاد في اي نادي، الجمعيه العموميه هي السلطه العليا اللي هي يعني تحاسب وتعزل وتعاقب وتغير. لكن بكل اسف يعني عندنا مشكله في حكايه برضه الجمعيه العموميه، ان انت الغالبيه في الجمعيه العموميه او العدد الكبير في الجمعيه العموميه ما هياش انديه فعاله في الكوره حقيقه. الانديه الفعاله ما يزيدوش عن يعني 30 نادي او 40 نادي ماكسيمم يعني، انما هتبص تلاقي في عدد كبير جدا مراكز شباب ودكاكين وحاجات على الورق معموله لهدف انتخابي فاسد، يعني معموله لاهداف ومش مؤثر بشكل ايجابي على تطوير الكوره على الاطلاق. لا اطلاقا العدد الكبير ده، لا طبعا مش مؤثر. يعني في انديه ما عندهاش نشاط اساسا او عامل فريق واحد او مستوى واحد. المفروض الانديه دي في عندها مستويات، يعني الفريق اول، فريق تحت 20 سنه، فريق 14، عاملين ناشئين كده، فدي المفروض بياخدوا بقى يعني يتحاسب، ياخد ابناط على يعني على حجم النشاط الكروي اللي هم بيرعوه. لكن هتلاقي في انديه كتيره منها جدا ملهاش علاقه بحكايه الكوره، لكن ليهم علاقه بالانتخابات والكباب والكفته والجمعيه العموميه وكده. فاللي مبوظ الدنيا هو ده، ومش عايز عبقريه، يعني الحل بتاعها بسيط جدا. ان احنا هنا عندنا معلومات يا استاذ سعيد برضو اوليه، انه من المهام او من اجنده عمل اللجنه المؤقته الحاليه اللي بتدير اتحاد الكوره او شؤون كره القدم في مصر، من المهام المكلئ اليها وضع رؤيه لتقليل او تقليص عدد الانديه الاعضاء في الجمعيه العموميه او اصلاح هذا الامر. طبعا هو ده نمره واحد المفروض ده يتعمل، ودي مش عايزه واحد في عبقريه اينشتاين، يعني ده اي حد ماشي في الشارع او اي حد ليه علاقه بالكوره هيقول لك اول حاجه تتعمل ان انا اقنن الجمعيه العموميه، يعني اقلص الجمعيه العموميه، هيكل الجمعيه العموميه بحيث اعضاء الجمعيه العموميه هم اصحاب المصالح الحقيقيه، وبالتالي مش هيفرطوا في مصالحهم. لكن هتبص لقى العدد الغالب اللي بيدي صوته بينجح فلان وفلان، الانديه غير الفاعله، هو اللي مدمر الدنيا، مبوظ الدنيا. لازم كل حاجه نبوظها بايه؟ تدخل ناس مالهاش علاقه بالموضوع عشان تعمل غالبيه وتعمل اصوات، وعشان ينجح بقى ناس مالهاش علاقه بالموضوع نفسه اللي احنا بنهدف لتطويره. يعني ما عندهمش اراده تطوير حقيقيه، لكن عايزين يقعدوا على كراسي وعايزين يروحوا يتفسحوا ويسافروا وكلام من ده. انما لو عندنا اراده حقيقيه لتطوير كره القدم، نبدا من حيث اللي حضرتك بتقول عليه ده، اللي هو رابطه الانديه المحترفين، وبعدين نتعامل مع نظام الاحتراف، يعني نحاول نطور نفسنا، ندخل نظام الاحتراف في مصر، ونظام الاحتراف ده ثقافه اساسا،
محتاج وعي للمدربين والاداريين وكل العناصر المرتبطه بالكوره. محتاج ان انا محتاج على الاقل الناس تعرف النظام الاساسي للفيفا، الاتحاد الدولي لكره القدم بيقول ايه في 81 بند. يعني انا اتحداك اسال اي اداري او اي حد شغال في الكوره في الانديه انديه الدوري اذا كان يعرف حاجه عن النظام الاساسي للفيفا، يعني او يرى من اول بند الاول لغايه اخر بند، بند الاول اللي بيتكلم عن ما فيش عنصريه، ما فيش تمييز، ما فيش مش عارف ايه اللي هو الاهداف العليا للكوره للفيفا. ما بنقراش الكلام ده، ما عندنا عداء شديد جدا للقرايه يا اخي، مع ان ده صميم اختصاصه انه لازم ياخد يتطور ويقرا. حضرتك بتتكلم بشكل عام وبتستثني النادي الاهلي، لان النادي الاهلي اول نادي او النادي الوحيد اللي اتجه من حوالي 10 11 سنه الى تفعيل خطوات، يعني قام باستقدام ممثل للبريمير ليج او رابطه انديه المحترفين في الدوري الانجليزي عشان يحكي تجربته للاعلام المصري ويبقى في حوار مجتمعي رياضي في مصر من اجل تفعيل رابطه المحترفين. النادي الاهلي هو اول من انشا او اتكلم عن انشاء فكره شركات كره القدم والنشاط اللي هو فيه ربح وخساره وبيتم الرقابه الماليه عليه عشان يبقى مؤسسات ناجح، وايضا قام باصدار الرخص او وفق اوضاعه مع كل المعايير اللي حددتها تعليمات الاتحاد الدولي وضوابط الاتحاد الدولي. فحضرتك اعتقد ان كلامك بيستثني النادي الاهلي من هذا النقل. يا اخي النادي الاهلي مشكلته تفوقه، ده اللي بيعوقه، مشكلته تفوقه زي واحد مشكلته موهبته، موهبه ممكن تعمل له مشكله، تفوق ممكن يعمل له مشكله. النادي الاهلي داخل سبق لوحده، فبيلاقي اللي بيعطله من هنا بيعطله من هنا بيوقفه من هنا لانه فارق كتير. النادي الاهلي هو النادي يعني النادي المؤسسي او اللي وضع نظام مؤسسي، النادي تقريبا الوحيد اللي بدا بنظام مؤسسي وتحول نظام لنظام مؤسسي من سنوات طويله، يعني من زمان، من ايام مش من ايام صالح سليم، صالح سليم ممكن يكون كرس ده، لكن من ايام فريق مرتجب وقبليه عبود باشا، ويعني وكانت المطالبات زي ما قلنا في بدايه هذا الحوار بدات من وقت ما كان الكابتن صالح رحمه الله عليه هو رئيس للنادي الاهلي. كابتن صالح سليم كان هو اول من طالب بتطبيق منظومه الاحتراف تماشيا مع المتغيرات العالميه. انا صالح سليم كان مثقف، يعني كان عنده ثقافه عاليه جدا وثقافه كرويه، وكان مرتبط يعني كان بيروح دايما لندن، يروح يتفرج على ماتشات كوره، بيطلع على الانظمه وعلى اللوائح والقوانين وحتى مجلات الانديه البريطانيه كان بيطلع عليها وكده، فهو فاهم وعقليه، كان عقليه منظمه يعني. هو كان دايما بيحاول النادي الاهلي ده يتطور، يبقى سابق دايما، ويحاول يبقى يعني يحاكي الانديه الاوروبيه. كان ده دايما امل وده طموحه وده اللي كان بيدفع فيه. اللي كان بيعوقه دايما، اللي بيعوق الكره المصريه في كل وقت، هو بقى نظام موظفين ونظام ثقافه الموظفين، بيروقراطيه. طب الغالبيه من الاصوات اللي ممكن تبقى مرتبطه بانها تسمع في عمليه التطوير دي وتطبيقها من عدمه، هل الغالبيه في المجال هيدعم ده، هيبقى وقود وقوه دفع للتطوير وللتقدم في مجال الكوره، ولا هيبقى عوامل لكبح التجربه دي او منعها او انه يفرمل التقدم ده؟ لا، لو عندك غالبيه كبيره يعني غير معنيه قوي او غير مرتبطه قوي بالنظام ده او غير مشاركه بشكل فعال بالنظام ده وغير صاحبه مصلحه، هتعوق ده طبعا طبعا، لانه هيكشفها. يعني النظام ده هيكشف الانديه اللي شغاله، الانديه اللي ما بتشتغلش، وبالتالي مهم جدا ان احنا نقلص الجمعيه العموميه دي، وبعدين عشان تحاسب بقى الاتحاد اللي هيجيبوه، يعني نقلص هذه الجمعيه ونحاسب اتحاد الكوره. الاتحاد لو في كان عندنا جمعيه عموميه محترمه بعد امم افريقيا اللي اتبهدلنا فيها دي بلا اي سبب بلا اي مبرر، يعني على الرغم كل الامكانيات اتيحت ليهم بشكل غير مسبوق في اي زمن من الازمنه عشان يكسبوا بطوله على ارضنا. لم يحدث في تاريخ بطولات افريقيا لاقامه في مصر ان حصل اتحاد الكره على مثل هذا الدعم على مستوى الدوله،
التنظيم والانفاق والتجهيزات كل شيء مش ممكن. فاخرج من دور ال 16 وتوصل فرق ما كانتش موجوده على الخريطه لما مصر انضمت للاتحاد الدولي او اللجنه الاولمبيه الدوليه في 1910 الاتحاد الدولي للفيفا. يعني مساله مرعبه يعني. فكان لا كان يجب هنا لو في عندك جمعيه عموميه كانت على طول طلعت واقالتهم وحاسبتهم. ولكن الجمعيه العموميه ما قالتش يعني ما اتكلمتش. يبقى محتاجين تغيير في المنظومه نفسها اللي بتنتخب وتختار وتقيم وتضع ضوابط يلتزم بها اتحاد الكوره في التطوير. يعني حضرتك بتقول لازم جمعيه لها معايير مختلفه، جمعيه عموميه اقل عددا اكثر درايه وثقافه واطلاع وعندها القدره على انها تعدل المسار لو في انحراف عن المسار السليم في اتحاد الكوره. بالظبط كده. وتراقب وتحاسب الاتحاد. طبعا. ونبعد حكايه الحكومه دي خالص يعني من يعني ده عالميا ممنوع دلوقتي. ممنوع ممنوع ما ينفعش يعني ما ينفعش يعني الحكومه تدخل في حاجه زي كده لانه ما ينفعش احاسبها برضو يعني ما ينفعش. طيب هنتقل مع حضرتك لفكره توثيق تاريخ النادي الاهلي. حضرتك شفت تجربه النادي الاهلي الرائده في توثيق بالصور بالفوتوغرافي او البومات الصور الفوتوغرافيه كل مراحل تاريخ النادي الاهلي وبطولاته وانجازاته ومشوار النادي الاهلي منذ نشاته وحتى يومنا هذا. شايف حضرتك التجربه دي ازاي؟ وهل مطلوب ده تفعيله على مستوى اتحاد الكوره فيما يتعلق بمشوار وتاريخ الكوره المصريه او منتخباتنا الوطنيه بشكل عام؟ عندنا محمد مشكله في حكايه التوثيق وفي حكايه المعلومات وفي حكايه التاريخ. يعني عندنا مشكله كبيره جدا. خش على موقع اتحاد الكوره عشان تعرف تاخد معلومات عن بطولات قديمه عن دوري عن ارقام عن كلام من ده هتلاقي يعني حاجه فقيره جدا. خش على اي اتحاد من الاتحادات الاخرى يعني اتحاد السباحه اتحاد التنس اتحاد الكره الطايره عندك موقع وفلوس كتيره جدا بتنفق. وفي يعني احنا بقالنا 20 سنه في ثوره معلومات انفجار معلومات عصر انفجار المعلومات الانترنت مش قادرين نوثق ده كانديه كاتحادات كانديه كاتحاد كوره. امال الفلوس دي بتنفق على ايه اذا ما كانش توثق تاريخك وعندك قاعده معلومات كبيره وضخمه؟ يبقى بتعمل ايه يبقى الفلوس قيمتها ايه؟ يبقى شغلك اساسا ايه؟ انت مش مهتم يعني مش مهتم بالمعلومات اساسا يبقى هتطور ازاي؟ يعني اساس التطوير اللي عايز يتطور في اي مجال من المجالات لازم يكون عنده قاعده معلومات. انت ما عندكش قاعده معلومات في اي شيء ودي برضه ثقافه. وفي حاجه تانية كمان عايز اخد راي حضرتك فيها. فكره ان لسه عندنا اتحادات لرياضات اخرى بعيده عن كره القدم تحت بند الهوايه. يعني النادي الاهلي لما بيطور في لعبه زي كره السله، النادي الاهلي السنه دي ببساطه شديده عامل فريق ما حصلش. اتعاقد مع مدير فني على اعلى مستوى بجميع الاراء الدكتور او الكابتن اشرف توفيق، عملوا تطوير وتعاقدات مع عدد مميز جدا من اللاعبين في تطوير وفي تغيير شامل في الفريق الاول لكره السله في النادي الاهلي. وانفاق كمان بسخاء من مجلس الاداره حسب رؤيه الجهاز الفني ومتطلبات الفريق. في النهايه حضرتك تعلم انه جوائز البطولات ماليا المحليه لا شيء. حضرتك تعلم ان لسه ما عندناش جوائز ماليه للبطولات المحليه. هنا بقى احنا لسه تحت بند الهوايه. مشكله ده بيسبب خسائر وارهاق لميزانيات الانديه. طبعا ازاي نصلح ده؟ انت هنا بقى العربه امام الحصان. يعني عندك نادي قوي جدا انديه يعني بيشتغل بشكل محترف والاتحاد اللي هو المفروض هو القاطره لجور الانديه بيشتغل بطريقه الهواه. طب انا يعني طب بأمارة ايه بقى النادي يطور يعني؟ ده في كل الاحوال هتبقى المنظومه خسرانه ان النادي اللي عايز يطور مستواه الفني بيتعاقد مع احسن عناصر بيصرف كويس بيجهز اللاعبين لو في معسكرات ماتشات وديه بينفق عشان يطور مستوى الفريق ومفيش عائد. ففي النهايه ده هيسبب خساره في كل الاحوال للانديه خصوصا الانديه اللي بتقدم مستوى جيد. طبعا طبعا لانه هو زي ما بقول لحضرتك كده الاتحاد هو القاطره اللي بتجر اللعب او الرياضه في اي لعبه. فلما تكون دي ضعيفه وهذا تفكيرها او طريقه تفكيرها فانت مش هتتطور. انت عندك مشكله النادي الاهلي هنرجع تاني مشكله النادي الاهلي ان هو متفوق اكتر من اللازم. هو تفوقه او مشكلته موهبته او مشكلته ان هو سابق انديه
كثيرة أو سابق أو سابق الحركة الرياضية بخطوات بعيدة يعني. يعني حضرتك شايف إن المنظومة دي لازم تفعل على مستوى كل الرياضات في مصر؟ مش طبعًا طبعًا. الرياضة الموضوع فيه أرباح ومكسب وميزانيات محسوبة. خلاص عصر الهواية انتهى دلوقتي. الرياضة بقت صناعة وبقت تسويق وبقت اقتصاد كبير جدًا. ولو قلت لك على أرقام مثلًا مانشستر يونايتد او برشلونه او ريال مدريد او بايرن ميونخ او ليفربول مليارات ريال مدريد او برشلونه مليارات عندنا بعض الحالات الاستثنائيه اللي اثارت التساؤلات زي مان سيتي وباريس سان جيرمان اللي لسه في مراجعات لانفاقهم وارباحهم. حضرتك تعلم ان في بعض التساؤلات، لكن المنظومه بشكل عام ناجحه جدا، صناعه ناجحه جدا، وبعدين بتنشط الاقتصاد القومي في اي بلد يعني بيساهم في حركه الاقتصاد، يعني في نشاط اقتصادي لان في الاف عشرات الالاف بيشتغلوا في كل المجالات المتعلقه بالكوره، يعني تسويق وملاعب وصناعه تكمل، يعني صناعه خاصه بالملاعب، حشائش، مش عارف يعني، كل ملابس رياضيه، كل شيء. صناعه ضخمه جدا يعني. الشركات الكبرى بتاعت ملابس دي لو عرفت يعني ميزانياتها، اخر ميزانياتها قد ايه، شيء مذهل يعني. ميزانيه دول يعني الشركتين، مش عايز اقول الاتحاد الدولي مع رؤساء الدول في العالم كله بتشعر انه لقاء بين رئيسين لدولتين. طبعا بتشعر لقاء رئيس اي دوله مع رئيس الاتحاد الدولي انه على درجه من الاهميه والاحتفاء بهذا اللقاء والمباحثات فيه، على زي لقاءات القمه بين زعيمين او رئيسين. طبعا، لان الكوره شعبيه ودايما الجمهور مستهدف بالنسبه للسياسيين، يعني زعماء السياسيين هو هدف الجمهور، وكثيرين يعني من الزعماء السياسيين بيستخدموا الكوره كسلم يعني وصول الجمهور يعني، او كنوع من التقارب مع الشارع، كمعبر كمعبر وصول للشارع. ده اسهل معبر يعني الجمهور الكوره، لان دي اللعبه المحبوبه اللي فيها عقل جمعي، كل الناس مشاعر جمعيه وعقل جمعي وكده. فلذلك يسعى يعني كثير من الساسه والزعماء للارتباط بيها يعني. طيب، عايز اسال حضرتك كمان عن اهميه التوثيق فيما يتعلق بالحفاظ على جذور وتاريخ وهويه النادي الاهلي للاجيال اللي جايه، الاجيال الصغيره والاجيال القادمه، ازاي التوثيق ده يلعب دور في ربطهم بجذور الكيان الكبير او البيت الكبير اللي بينتموا اليه النادي الاهلي؟ التوثيق ده مهم في اي مؤسسه. بالنسبه للنادي الاهلي، النادي الاهلي تاريخه كبير جدا، يعني عنده تاريخ كبير جدا وتاريخ مجيد، وده مهم جدا في ان هو يعني في التكوين النشئ او تكوين الاجيال او في البناء الاجتماعي، بناء النفس للمنتمين للنادي الاهلي. دي مساله مهمه جدا، يحس بعزه وفخر وكرامه، وبعدين يمشي على الخط بتاع النادي الاهلي ومرتبط بيه، ان ده بيمثل قدامه نموذج مهم جدا او حاجه مهمه جدا عايز يوصل لها، او قدوه مهمه جدا عايز ينتمي ليها بشكل من الاشكال. فالتوثيق طبعا مهم يعني، لازم يكون في جهاز للحكايه دي، واحنا في عصر دلوقتي زي ما قلت لك كمبيوتر وبتاع، فهيبقى سهل جدا التوثيق، بس عايز ناس معنيه بالكلام ده وناس شغلتها الحكايه دي. وانا كنت يعني بمناسبه التوثيق يعني اللي احنا ما بنهتمش بيه بشكل عام كثقافه، يعني ما بنهتمش خالص بحكايه الوثائق او المعلومات. كنا بنتكلم من امبارح يعني انا وزميلنا الاستاذ حاتم الشربيني عن واقعة كده، عن حكايه اول رئيس النادي الاهلي هو مشيل انس. يعني هذا الرجل المفترى عليه، مفترى على الاهلي يعني بسببه يعني، وكانه سب او وصمه عار يعني في التاريخ الاهلي المجيد، لمجرد كونه ان هو كان بريطاني وكان يعني كان جزء من الاستعمار البريطاني والاحتلال البريطاني لمصر وكده. هنا برضه مشكله ثقافيه بتواجهنا وبتقابلنا، مشكله انهيار في الوعي الثقافي، ان احنا بنتعامل مع احداث تاريخ
بشكل تعسفي جدا من غير ما نقرا كويس ويتبقى عندنا المعلومه الكامله. بننتزع حاجه كده من السياق ومن ظروفها الموضوعيه ونقول بص مش عارف ايه. التاريخ ما ينفعش التعامل معاه بالشكل ده، ما ينفعش يخطف ويجري يعني. خد معلومه كده، الراجل ده كان خواجه وكان بتاع وكان استعماري، وازاي تجيبوه؟ يبقى انتوا نادي مش وطني، يبقى البدايه بتاعتكم مش وطنيه، وانتوا بتتكلموا وتدعوا. اللي بيقول كده يجهل تماما فكره اقامه النادي الاهلي كما كان لتجمع الشباب المصري مثلا، او الشخصيات المصريه في مواجهه ما كان متاح من انشطه موازيه ترفيهيه للشباب الاجنبي الموجود في مصر يا سيدي. طبعا فالناس بتجهل المعلومه تماما قبل ما تقول كده. طبعا النادي الاهلي نشا في ظروف بزوغ الحركه الوطنيه بقياده مصطفى كامل في بدايات القرن يعني، وبعدين لم يكن ممكنا قيام النادي الاهلي من غير ما تقديم واجهه زي ميشيل انس اطلاقا. لا يمكن لم يكن ليقبل طبعا، استحاله تطلع التراخيص، لان كان صاحب الفكره اللي هو عمر لطفي بيه ده، كان عامل نادي في نادي الطلب في المدارس العليا، وده نادي سياسي اساسا، ومنه انطلقت مظاهرات ضد فلو كان عمر بيه لطفي هو صاحب الفكره، فكانش عمر لطفي ينفع يقدم. لا يمكن كان يمنح الترخيص ليكون فكان هو لابد من واجهه. كان لابد من واجهه، الواجهه دي اتفقوا عليها كلهم وتحايلوا عليه عشان يقبل يعني ان هو يبقى رئيس النادي الاهلي عشان الحصول على التراخيص. يعني في الوقت ده اللي بيقول لك ازاي الرئيس يبقى بريطاني وبتاع، اذا كان مصر كلها كانت يعني كان بيحكمها اللورد كرومر. مصر كلها فكان في سيطرة على كل المرافق العامة، مش أو كل الأوراق وكل الموافقات وكل شيء، كل التصاريح في كل وزارة يا أستاذ محمد. في العصر ده أو في الزمن ده كان في مستشارين بريطانيين في كل وزارة، وزارة الصحة، المالية، حتى الجيش كان السرادار بتاعه كان بريطاني، اللي هو القائد الأعلى أو رئيس الأركان كان بريطاني. في كل وزاره كان في بريطانيين هم اصحاب الحل والعقد والربط في الفتره دي الى ان تغيرت الامور طبعا، هم اللي بيزوروا. فكان لا يمكن تطلع تراخيص، فهنا كان فكره بس انه كي احقق هدفي كان الغايه تبرر الوسيله، ان الهدف نبيل وهو انشاء هذا الكيان الوطني، فكان لابد من اتخاذ الخطوه دي او الشكل اداريا النسق اللي ممكن تتم الموافقه عليه في الوقت ده. حضرتك عايز توضح ده للناس اللي ما عندهاش. هو طبعا هو في فرق بين تعاطي تاريخ وتعاطي المخدرات. الفرق ده هنا يعني، في ما اجي اتعاطى مع التاريخ اتعاطى معاه كجزء من كل، ولازم اقراه في سياقه واشوف الظروف التاريخيه اللي فيه ايه. ما هوش بقى مش هاخد معلومه مش هاخد بس هاخد اقطع حته كده والفها في سيجاره بانجو، الفها في سيجاره او احطها على حجر شيشه وجوزه وشد تاريخ. ما ينفعش مفهوم. عايز الناس تتكلم عن درايه وعن معرفه وانها تطلع قبل ما تقول راي أو تطلق حكم على كيان او ما ينفعش اقتطع، او ما ينفعش بمنطق يعني بثقافه الجزارين ان انا شفي حته بقى من الذبيحه، التاريخ ده ذبيحه وده، فشفي حته اخد حته تريبيانكو واقول هو ده التاريخ، ما ينفعش. مفهوم. طيب عايزين نتكلم في الدقائق القادمة من المتبقية من عمر الحوار مع حضرتك عن رؤيتك للفترة الجاية. شايف ازاي منتخب مصر بعد فترة كان فيها اخفاقات زي ما حضرتك قلت مع اكتر من مدير فني اجنبي، وشعرت في كلام حضرتك انك كنت بتشير لهذه الكوادر التي لم تكن على مستوى المطلوب فنيا بل كانت مكلفة جدا بشكل مبالغ فيه ماليا. شايف ازاي فكرة الاستقرار على تكليف جهاز فني وطني ومدير فني مصري، والاستقرار على اسم الكابتن حسام البدري وتولي المهمة في الفترة الجاية؟ والله انا ما ينفعش ادي الكابتن حسام البدري حقيقة شيك على بياض. الكرة علمتنا كده. الايام سوف يعني كفيله انها يثبت وجوده، لو اثبت وجوده فده هيبقى شيء عظيم جدا، لانه مصري ويعني ومصري ده لازم نساهم كلنا ان احنا ننجحه يعني، نقف جنبه ونسانده. لكن النجاح والفشل بيتوقع 90% منه توقف عليه هو وعلى المجموعه اللي معاه. طبعا محتاج مسانده ومسانده اعلاميه، بس هنا حكايه المسانده انا ليها بس عليها ملاحظه. في برضه خطا في يعني خطا في الوعي بتاعنا، خطا شائع يعني حضرتك بتشوفه كده، خطا في التعامل مع حكايه المسانده خصوصا فيما يتعلق بالاعلام. الاعلام
او النقد دوره ان هو يشاور على الاخطاء ويواجه بالاخطاء. احنا عندنا بقى ثقافه مختلفه ان لا ده بيهد الفريق بيهد معنويات الفريق. لا، المسانده الحقيقيه ان انا اواجه، يعني اواجه المدرب باخطائه. لو فريق لعب وحش لازم اساله لعب وحش، لو في حاجه خطا باين قوي ما ينفعش، لو في حاجه في السيستم مش مظبوطه لازم الاعلام يواجه بيها، وما ينفعش تخويف وارهاب الاعلام لو اتكلم على حاجه عن المنتخب في الجزئيه دي تحت مسمى انك بتهدم مسيره المنتخب. ده قادر المنتخب ووطن والوطن وكلام من ده. لا، ما ينفعش التجاره بالوطن بهذا الشكل. الوطن الحقيقي او الوطنيه الحقيقيه ان احنا نواجه انفسنا واخطائنا قبل ما نقع في مصيبه كبيره زي ما حصل في كاس العالم. قلنا اتقال كتير جدا عن حكايه على حكايه الانضباط اللي اتكرر في بطوله افريقيا كان سبب في خروجنا، ان مفيش انضباط او مفيش احترافيه وفي فوضى.